بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد أهم يعني العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن ديدان ومخروقات دقيقة، عبارة عن ديدان مجهرية تعيش مع خلايا الطحالب مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة عبارة عن كمية كبيرة جدا، قد تصل إلى 100 ألف نوع من أنواع الميكروبات المجهرية التي تعيش في المناطق أو شواطئ البحر. وأيضا تتركز هذه المخلوقات في يعني البرك المائية، ممكن تلقاها عبارة عن ديدان لونها أخضر، ممكن تلقى كمية كبيرة من أحادي الخلية معاها، كونها تعيش مع أحادي الخلية. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الموضوع. ممكن تلقون أيضا ديدان أخرى في النباتات والأنسجة الحيوانية أطول من هذه الديدان، كونها هذه ديدان غير متطورة. واكتشفت فيها أيضا أنها تستطيع اتباع أصدقائها التي تعيش في نفس المنطقة، وأيضا يوجد بكتيريا معها وفطريات وميكروبات أخرى أشد خطرا منها. يعني إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن أسود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس أدق ويصور العينات من داخل تحت المجهر في فيديو مستقل إن شاء الله.